متتبعينا في موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء مع الأستاذ محمد الطوزي، أستاذ العلوم السياسية وعضو سابق في اللجنة النموذج التنموي، من أجل مناقشة موضوع مهم في هذه الظرفية ويتعلق بالزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وكيف موقع الدوار والقرية، يعني عودة النقاش حول موقع الدوار والقرية في السياسات العمومية. سي الطوزي، سبق لكم يعني في لجنة النموذج التنموي أنكم تكلمتوا على هذا الموضوع ديال الدوار والقرية ومكانتها في السياسات العمومية. في البداية كيفاش تلقيتوا هذا الخبر، يعني هذه الهزة الأرضية، وكيفاش يعني استرجعتوا النقاش حول هذا الموضوع ديال الدوار ومكانته يعني في السياسات العمومية؟ كنظن ان اولا الفاجعه كبيره، والمنطقه اللي ضربها الزلزال، رغم ان المغرب هو معني بالزلزال كله، ولكن المنطقه اللي ضربها الزلزال عندها عده خصوصيات، وهي المنطقه الجبليه اللي كما القضيه ديال الدوار والمنعزل مطروحه في الحده، واللي من خلالها كان التفكير في كما قلنا موقع هاد الدوار او ما يسمى القريه الصغيره او المتجر كما تيقولوا الشمال، الشرق كما تيقولوا الشمال، في التصور ديال السياسه، لانه هو مجال ديال العيش اليومي ديال الناس، واول نواه ديال تدبير الشان الجماعي، ما نقولش العمومي، لان الشان الجماعي هي النواه الاولى، وعنده نواه خصوصيات اجتماعيه واقتصاديه، وماشي الدوار بنفس الشكل ديالو الأطلس الكبير هو نفسه في الأطلس الصغير، ولا هو نفسه في السهول ديال الشاوية وديال الغرب، ولا نفسه في مناطق الريف، مناطق الجبال. عندهم كل منطقة عندها الخصوصيات ديالها، والمبنى المبدأ الأساسي اللي كان معروف خلال النموذج التنموي هو هذه المسألة ديال الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الترابية ديال كل منطقة منطقة، وخصوصيات الإيكولوجية والاجتماعية والبيئية، التشكيل لنشر السياسة العمومية المحلية. أستاذ طوزي، كيفاش ناقشتوا موضوع ديال الدوار خلال هو خلال في اللجنة؟ ما تنساوش بأن اللجنة النموذج التنموي قامت بزيارات ميدانية، والزيارات الميدانية الأساسية اللي قامت بها واللي قبل الكوفيد هي زيارة الأطلس الكبير والأطلس الصغير، زيارة منطقة تاليوين قرب جبل سيروا ما بعيدة شوية عن الزلزال، وخصوصا زيارة جماعة أونين وجماعة ثلاث يعقوب أسني، مرورا على أسني وجماعة سيدي وعزيز من التحت، ولكن خصوصا اللجنة وأعضاء اللجنة غالبيتهم بما فيهم رئيس اللجنة شاكي بن موسى، دوزوا يومين باتوا في هذه الجماعه اللي الان تقريبا 80% ديال المنازل ديال 65 دوار اللي كتكون هذه الجماعه غير قابله للسكن. نعم. لجنه النموذج التنموي بنات التصور ديالها على معطيات ميدانيه شي دقيقه، خصوصا واحد الجرد ديال الدواوير ديال المغرب كامل اللي كانت متوفره بها. كل يوم نعرفوا أن المغرب يعرف 48,000 تقريبا 49,000 49,000 دوار أو دوار تابع، يعني لكن الدوار الأساسي والدوار التابع في المغرب ككل، والمنطقة نفسها كتعرف، كنظن بأن لدى معايير تحية لهذ المعطيات، نقولوا بين 7,000 و 10,000 قرية اللي معنية بهذا. يعني كتقصد 7,000 8,000 قرية اللي هي ضربها الزلزال؟ اللي معنية إما اللي جات في البؤره ديال الزلزال، لان العشره ديال الجماعات تقريبا اللي جات في وسط ديال الزلزال، وكاين المناطق الاخرى اللي عرفت الزلزال وكاين عرفت حتى هي بعض الاضرار اما متفاوته، لان الان من المسائل اللي جد مهمه الان اللي كتقوم بها الدوله الان وجميع المصالح ديال الدوله هي الجلب الميداني للخسائر على مستوى الاشخاص وعلى مستوى المنشات، وهذا مرحلة جد مهمة كتجي قبل البناء، لأن هذا الجر ميداني دقيق، ما فيش العاطفة وهذا الشيء، ولكن جر ميداني دقيق وعلمي، خصوصا أن الدولة عندها
وأعطيت دقيقة قبل هذه المسائل اللي ولات جديدة أنا في الأعداد وأعطيت دقيقة دوار دوار على مستوى المغرب الآن نعم أستاذ طوزي، هذا الرقم اللي يعني بلاغ الدول الملكي ديال 50,000 مسكن اللي تعرض إما لانهيار كلي أو جزئي، واش مفاجئ ولا كان متوقع؟ لا كان منتظر، لأن الأضرار كانت تقريبا معاينة جد عامة، ولكن كان ضد أنا قريبة جدا للحقيقة، لأن لأن حتى الآن تجي الخبرة من بعد، لأن في مستوى الترميم أو مستوى العاد إلى آخره هذا خطوط في هذا الوقت، ولكن بطريقة عامة كنظن بأن الرقم ديال 50,000 جد جد جدي، لأن مبني على معينة وخا عامة ولكن على كل حال قريب من الحقيقة. سي طوزي، يعني من خلال يعني المعاينة ديالكم لهذ الدواوير خلال إعدادكم لتقرير لجنة نموذج تنموي، لا شك أنكم وقفتوا على واقع ديال تشتت هذه الدواوير. اليوم بعد هذا الزلزال هناك تفكير في تجميع هذه الدواوير في مستويات معينة، هل هذا التجميع ممكن؟ هو أولا بعد التشتت في الأطلس الكبير نسبي، نعم نسبي جدا، ماشي هو الحالة العامة هي تمركز الدواوير. نعم. لأن كيحكمها المجال التضاريس، عشان تقدر تبني فيما بغيت، وخا أن كاين الناس دابا كيمشيو يبعدوا شوية على الدوار إلى آخره، ولكن هذوك الناس غالبا كيكونوا ديال الناس ديال المدينة، ولا الناس ديال ولا الناس اللي كانوا في الخارج، ولا الناس اللي مسك عليهم الله على بغيتش. نعم. ترفحوا وكيديروا البيطون، كيديروا شي دار بعيدة شوية على ما 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 أصلا دوار هو ممركز لأنك محكوم بالتضاريس، لأن ما عندكش فين تبني بزاف، ما عندك فين تبني ومحكوم بالمجال الزراعي، لأن هذه الدوار كلها ماشي في الخلاق، ديما كتكون جانب الماء وجانب الناس، باش كيف الناس أنا باقي كيف الفلحوا، والناس باقي عندهم 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 البعيم وعندهم عندك رغم أن هذا الشيء الحركة أو الموارد اللي عندهم محليا الآن ما كتكفيش، لأن حتى ولادهم كيخدموا برا، وكاين هذا الرواج بين العلاقة بين المدينة وبين هذا المجال، ولكن على كل حال المسألة اللي مهمة أن التشتت ماشي بحال السهول، وماشي بحال إقليم ديال الزمور، ولا بحال اللي كان ولا الغضاب العليا تما كنعرف، ولا الغرب في هذاك المجال كاين تشتت برشاوية في الأطلس الكبير والأطلس الصغير. تاريخيا الدواوير عندها واحد شوية ديال التمركز، والحالات ديال التشتت هي كنظن بأنها حالات جديدة أولا بعد المعمار الجديد، وثانيا ماشي هي نعم. سي طوزي بغيت نرجع معك لبعض الخلاصات اللي كنت سبقتي أثرتهم في نقاشات حول موقع الدوار عن السياسات العمومية، وهي قولكم بأن المغرب هو في بعده الاستراتيجي هو قروي، بلد قروي. قلت أيضا بأن المغرب يجب أن يبدأ بإصلاح العالم القروي المهمش، وأن إصلاح الدولة يبدأ من المحلي، من الدوار والأسرة، وليس من الوطني. يعني كيفاش يعني هذه المسألة هذه، واش كتعتقد بأن هذا الحادث يمكن يسرع تطبيق هذه الرؤية؟ كنظن بأن عندنا فرصة لمراجعة السياسة العمومية على مستوى الترابي، عندنا الفرصة، عندنا الإمكانيات البشرية، الإمكانيات الفكرية، الإمكانيات العلمية المادية الآن، لأن ما نقصش بأن الجماعات إذا تعطتها إمكانيات راها قادرة إلى حد ما بالقيام بهذا المهام، وكنظن بأن المبدأ الأساسي في هذا التصور هو أولا أن الدولة خصها تدير مع الناس، ما تديرش للناس، دير مع الناس. نعم. ماشي غدير للناس، دير مع الناس. مع الناس، شراكة يعني، شراكة. دير مع الناس، لأن أولا على محلية الناس كيعرفوا بلادهم. نعم. الناس هذه آلاف السنين وما كيتبروش ديالهم بآلية
اليات وميكانيزمات وقوانين محليه والمعرفه المحليه للبحث للناس كيفاش الناس تحتاج للدوله. نعم تحتاج للدوله، تحتاج للدوله على مستوى السبيطار، تحتاج للدوله على مستوى المدرسه، تحتاج للدوله على حتى مستوى الطريق. غير هذا الناس عندهم امكانيات ذاتيه باش 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 يدوش عندهم، وحتى على هذا كان راه حتى على مستوى البناء، لان كاين تقنيات محليه واللي ضرورها المغرب، ماشي المغرب على مستوى ضرورات على مستوى التصور وحتى على مستوى التقني، لان كاين عندنا هذا البناء التراب الطوب ولا ماشي عارف بالنسبه للمسلح التراب، هذه القضيه هذا اختيار القديم ديال الناس راه مبني على قناعات وعلى تجارب ديال الناس هذه المحليه. نعم ماشي الناس حيت بعض المرات كيقولوا لك هذاك البني هذاك البني العشوائي ديال الضوء والتراب، لا راه ماشي بني عشوائي. نعم ماشي بني عشوائي، هذاك هو البني. نعم يعني خصو يتطور على المستوى التقني. نعم لقاو اليات تقنيه جديده، يعني كانت دراسات على مستوى وزاره التعليم، كاين دراسات على مستوى ما يسمى معهد التقنيه الترابيه في مراكش، كاين دراسه كاين مهندسين معماريين اللي مختصين بهذا الشيء واللي طوروا حتى ولا على مستوى المعمار الجديد، لان الا بغيتي الدور سير شوف دابا الفيلات اللي بنا المركز الشريف ديال الفوسفات في بنكرير في الجامعه ديال المعهد السادس، لان اللي صرف عليها الى حد ما المهندس المعماري ايلي مويان، راه مبنيه بالتقنيات الجديده المتطوره ديال 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 الترابيه ديال التراب. نعم كيف التراب اللي بين باللوح اللي بين يسمى بالبريك كومباكت الى اخره. نعم هذا الشيء هذا هو هذا كيطلب وقت، كيطلب جهد خاص، ماشي سهل، لان نعم. باش تبني بهذاك الرياجور الرياجور ديال الطاطا ماشي سهل، ودغيا كيتصاوب وداك الشيء كيطلب تخدم مع كل منطقه ومع الناس، كما قلت راه كنعاودها ماشي للناس، مع الناس، لان كاين الناس كيعرفوا هذوك التقنيات وكيعرفوا يخدموا بهذه التقنيات، خصهم التأطير العلمي والتأطير التقني مهندسين معماري اللي كيعرفوا اللي قابلين يخدموا هذه الخدمه، وكتطلب حتى على مستوى التأطير الإداري كتطلب مجهود آخر ديال التفكير في كدير كيتشارج دفتر التحملات كديروا بطريقه أخرى، كتخدم مع المقاول كتخدم بطريقه أخرى، كتشوف المقاولين الصغار إلى آخره، كتطلب مسائل أخرى، ماشي كتعطي شركه كبيره هذيك ساهله، هذيك تعطي شركه كبيره كتقول لي بني 150 دوار كما داروا الدزاير في السبعينات، وتبني الدوار ما يسكن فيهم حتى. نعم نعم فعلا فعلا. سي طوزي، ايضا من الخلاصات اللي كنتو ترتوها في النقاشات حول الدوار هو قولكم بان هناك اشكاليه في تصور الدوله ومسؤولياتها تجاه المجال والمواطن في هذه المناطق القرويه، وانه لو لم يكن العالم القروي يحافظ على قيم التضامن لحصلت مشاكل. يعني فعلا نعم ظهر الدور ديال قيم التضامن في هذه المناطق، ولكن ايضا قيم التضامن من مختلف مناطق المغرب ايضا. نعم اي انا كنضرب انا كنضرب بان نستخرج بها الثقافه. نعم الثقافه متجذره وعندها من غير البعد الديني كاين بعد اجتماعي وتاريخي في هذه البلاد على هذه الثقافه. لان راه كنا تكلمنا على المساله، الناس ما تسناوش الدوله باش يبنيو الجامع، ما تسناوش الدوله باش يديروا مدرسه تقليديه، ما تسناوش الدوله باش يخلصوا الفقير، ما تسناوش الدوله باش يصوبوا لابيست. نعم نعم والدار بتقنيات، ولكن الدوله الان خدت بعين الاعتبار هذه المساله وكتخدم في هذا الاطار، لان يعني حتى ملي كنشوفوا برنامج ديال الماء الصالح على الشرب راه كيدار مع الناس، راه ملي كنشوفوا كاين المساله اللي كديرها لونيب، كاين اللي كديرها لونيب مع الجمعيات، كاين اللي كديرها لونيب مع الجماعه، كاين عده اشكال ديال التدخل، وكنظن هذا التعدد في اشكال التدخل هو اللي هو الثروه ديال البلاد، تاثيرها تفكير فيها متابعتها العلميه متابعتها التقنيه والاداريه، لان ملي كتقارن مع بلد اخرى اللي فقدت هاد القيم فقدت هاد التقنيات، ماشي غير القيم، هي حتى تقنيات ديال التدبير، ماشي غير القيم، التقنيات ديال التدبير راه
تنظر بانها عندها امكانيات باش تخدموا بهذا الشيء. اذا كنظر بان ما عندها شي شك بان لا الادارات لا الحكومه لا الجماعات الترابيه لا الجهات الان وعيات وعي باش تستعير واحد الشيء الصبر شويه ديال الوقت شويه ديال التأني في التعامل مع هذا الشيء بشويه بشويه لان الان اللي صعيب هو تدبير لما نقول لك تدبير الغوت لان الناس دابا كلها كيغوت بوحدهم على هادشي ديال وسائل ديال ريزو سوسيو الناس كيتكلموا بالعاطفه بس وكلشي تيقول الدوله ما كايناش في حين ان كنظن بان الناس اللي كيتكلموا هكا الدوله ما جاتش راه هادشي غريب على الثقافه المحليه الناس اللي ما عمر كيقولوا الدوله ما دارتش فيها الناس كيقولوا ما عندناش ولكن ما خصناش هذا هو الكونسيبت ديال الناس اللي ما عندناش ما خصناش وما خصناش نعم ماشي بان ما خصنا كيخدموا ولكن عاونونا حنا كنخدموا عاونونا اولا بالتسهيل ديال المسائل عاونونا على مستوى المصالح الاداريه ملي كنطلبوا شي حاجه خص تكونوا معنا عاونونا ملي كتعينوا طبيب خصو يكون عاونونا ملي كتبنيو سبيطار خصو يكون خدام ماشي سبيطار واقف عاونونا ملي تكون معلم خصو يدير خدمته هذا هو الهدف اللي كيقولوا ماشي تيقولوا شي حاجه اخرى تيقولوا ديروا لينا ما ديروش لنا ولا عاونونا حنا راه كاينين راه حاضرين هذيك البلاد لان هذا هو المهم حاضر البلاد لان كيما تيقول واحد هما هذوك الفرنسيين تيقول لك هما لي جاردينيي ديال البلاد راه هما اللي هذاك المجال ذاك البيزاج ديال المغرب اللي الناس كيجوليو كيشوفوا هذوك الحقول المسطحه هكا خضراء وهذوك المجاري ديال البيئه راه هذوك الناس واقفين عليها نعم واحد الشيء وقت لان حتى الاشكال الكبير دابا واللي غادي هو ان كاين ديناميات جديده غتحرك نعم ديناميات جديده ان الناس اللي كانوا شويه واحد التوازن عندهم شويه ضعيف نعم ديال بين المدينه بحال دابا انا خدام في المدينه وعندي ولادي في الباديه وكاين هاد الحاله كبيره عندي ولادي في الجبل كنجي مره في الشهر فهمت لان على مستوى التدبير اليومي عندي احسن بقى ولادي في الدار اللي ما كنخلص قليل مع الامكانيات القليله وعندي حتى حقول مقابلهم اللي بقاو وانا كنجي مره هاد الناس اللي في هاد بين جوج غالبا غادي يختاروا يمشيو للمدينه يعني كتوقع هجره يعني من هذه المنطقه ماشي هجره ديال هكا الناس اللي عندهم امكانيات نعم اللي عنده باهم مخليهم في البلاد غادي يقول لهم احسن يجي فهمت غيكونوا في حالات هاد الشيء خصو معاينه علميه متابعه نعم باش عرفوا عاد من بعد كاين هاد المساله اللي هي محوريه واللي قديمه هاد ديال انا الناس راه لاحظتها في هاد بزاف الفئه ديال الشباب بين 18 و 30 عام راه ما كاينينش راه قلال نعم ما كاينينش كيشتغلوا في المدن هكذا كيشتغلوا في المدن ولكن عندهم علاقه وطيده مع بلادهم هذيك البنات ما كتخدمش نعم بلادهم ما كاين دونك هادشي كله هو الخصوصيات ديال 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 هاد الشباب السي طوزي يعني كتوقع تغييرات اجتماعيه وديموغرافيه في المنطقه على بعد هاد الزلزال المتابعه ديالها العلميه وهنا فين انا كنظن ان الجامعه مراكز البحوث لابد خصها تهتم بهاد التلاميذ اللي الان غادي تطلق في هذا المجال هذا الطاقه اللي عطوا استاذ محمد طوزي استاذ العلوم السياسيه وعضو سابق في لجنه النموذج التنموي شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات شكرا 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 شكرا